يا لها من رحلة شاقة، ما أتعسني من عبد. هل تعلم أننا عدنا إلى سيناء مرة أخرى؟ أعلم. وهذا الجبل هو جبل طور سيناء، لقد عدنا من حيث أتينا. نعم، رحلة الذهاب ورحلة العودة، سامحك الله يا موسى. لقد ضل موسى الطريق، ضل وأضلنا معه. لم أكن أتوقع أن يعود بنا مرة أخرى إلى سيناء. إني أتوقع كذلك، أن يشق البحر بعصاه مرة أخرى ويعود بنا إلى مصر. إذا دخلت مصر فلن أدخلها معكم مرة أخرى، لقد تحررت من العبودية ولن أعود إليها مرة أخرى. إننا ما زلنا عبيدا أيها الغبي، تحررنا من عبودية فرعون لنقع في عبودية موسى. إلى متى سنظل عبيدا ومتى سنتحرر؟ يقول موسى انصب الخيام فننصبها، ثم يقول هيا نرحل فنرحل، ثم انصبوها فننصبها، ثم هيا نرحل فنرحل. ماذا يريد موسى بالضبط منا؟ يريدنا أن نسمع كلامه. وها نحن نسمع كلامه. إن كنا نسمع كلامه ما أصبح حالنا هكذا. إن كنا نسمع كلامه كنا دخلنا معه إلى بيت المقدس. عمت صباحاً يا جودة. أهلاً بك يا صغيرتي. هل تذكرتني؟ نعم أيتها العروس، كيف حال زوجك؟ بخير، لقد جئت لك في طلب. ماذا تريدين؟ أريدك أن تصنع لي سيفاً، أقصد لزوجي. وهل معك نقود؟ بالطبع، تفضل. إذن سأصنع لزوجك أقوى سيف في المدينة. ومتى سآتي لآخذه؟ مر علي بعد يومين. حسنا، سأمر عليك بعد يومين. لا تبكي يا زوجتي، فكلنا راحل، وهذه الدنيا إلى زوال، وإن الآخرة هي دار القرار. لن أستطيع العيش بعدك يا زوجي العزيز. تشجعي يا امرأة، فالموت حق علينا جميعا، ولكنني أريد منك شيئا قبل أن أموت. ماذا تريد؟ إن موسى هو نبي الله حقا، اسمعي كل ما يقوله وأطيعي، ولا تكوني كباقي بني إسرائيل. هذا وقت موسى. إذا أردت الراحة في الدنيا والآخرة فعليك بموسى. يا ويلتي من موسى، يا ويلتي، هل ستتركني له وترحل؟ هل أصدقه وكل بني إسرائيل يكذبونه؟ لا تأخذي صف بني إسرائيل، إنهم جهال وعنيدون. إنها وصيتي الأخيرة لك، إذا أردت الراحة والسعادة
زوجي. وقد تكلم العلماء كثيرا في مغزى الأربعين سنة التي قضاها بنو إسرائيل في التيه في الصحراء، وقالوا إن مغزى التيه أن ينشأ جيل جديد من بني إسرائيل بعيدا عن الوثنية وعبادة الأصنام والعبودية والذل، جيل لا يطلب من موسى أن يكون له إله كما لهم آلهة، جيل لا يقول أرنا الله جهرة، جيل آخر يتبنى قيم الشجاعة العسكرية، جيل يطيع الله ورسوله. وفي يوم من الأيام كان موسى يخطب في بني إسرائيل ويدعوهم إلى الله ويحدثهم عن الحق، ويبدو أن حديثه كان جامعاً مانعاً رائعاً، فبدا كما لو كان يلخص حكمة الدنيا في السطور التي فاه بها. تحدث معهم كيف أهلك الله قارون وفرعون وكل من أراد بهم سوءاً، وذكرهم بقصة عبور البحر، ذكرهم بالمن والسلوى والينابيع التي تفجرت في الأرض، وكيف اصطفاه الله ليكون نبيا لبني إسرائيل، وكيف رأوا المعجزات بأعينهم. لم يترك شيئا إلا وذكرهم به. يا له من حديث، لقد أجاد موسى الحديث هذه المرة أكثر من أي مرة أخرى. من أين أتى بهذا الكلام؟ إنه لم يترك شيئا إلا وتحدث فيه. وانتهى موسى من خطابه الرائع، وكان بنو إسرائيل جميعا معجبين بالحديث الذي لم يسمعوا مثله من قبل. مللتك أيها الدكان النحس من أول يوم شيدتك فيه وأنت تجر علي النحس.